أغنى ممثلة في تركيا، ثروتها ملايين الدولارات، لكن فجأة شكلها اتحول وبقت شبه الهيكل العظمي. خسرت وزنها بشكل مش طبيعي ومحدش عارف ده دايت ولا عندها حاجة ومخبية عن جمهورها. فإيه اللي بيحصل للنجمة التركية هاندا أرتشل وليه شكلها بقى عامل كده؟ ويا ترى فعلا مصابة بحاجة خطيرة خلتها تخس بالشكل ده؟ تعال أقولك كل التفاصيل في الفيديو ده. محدش فينا مش عارف النجمة التركية هاندا أرتشل من وقت ما ظهرت في مسلسل الحب لا يفهم الكلام، وكمان مسلسل انت اطرق بابي، واللي حقق نجاح كبير وخلاها رقم واحد في تركيا. هاندا من ساعة ما ظهرت وهي زي كل الأتراك، حلوة وجميلة ورشيقة ومحافظة على جسمها وجمالها، لكن فجأة كده الفترة الأخيرة شكلها اتغير وخست بشكل مبالغ فيه، لدرجة إن عظمها بقى باين وبقت شبه الهيكل العظمي، والجمهور بدأ ينتقدها كل ما تنشر صور على حسابها، والناس بتسأل هي شكلها عامل كده ليه، لدرجة ان الكل توقع ان شكلها ده مش طبيعي وانها ممكن تكون مصابة بمرض خلاها تخسر وزنها بالشكل الملحوظ ده. وده بعد ما كانت فازت بالمركز الاول في قائمة اجمل 10 نساء مسلمات في العالم، ده غير ان هاندا اصلا كانت فازت بلقب ملكة جمال اذربيجان في سنة 2012، وكمان فازت بلقب اجمل وجه في العالم من كام سنة. ورغم كل التقدير الكبير لجمالها ده، الا انها فجأة شكلها لها تحول وبقت واحدة تانية خالص. طبعا كلنا عارفين ان الاتراك مهووسين بالرشاقة وما عندهمش واحدة مليانة، لكن الموضوع مع هاندا كان مبالغ فيه، وفضلت تعمل دايت وتخس بشكل غريب جدا، وبقالها شهور على الحال ده وما حاولتش تغير شكلها وتزود وزنها شوية وترجع زي ما كانت من سنتين. لكن هاندا ملتزمة الصمت ولحد دلوقتي ما ردتش خالص على اي حاجة بخصوص شكلها ووزنها اللي تقريبا ما يكملش 45 كيلو. وناس كتير قالت إنها لسه متأثرة بصدمة وفاة والدتها وما قدرتش تتجوزها وده أثر على وزنها. كمان هاندا بتعيش لحظات صعبة بسبب إن بنت أختها الطفلة الصغيرة مصابة بالكانسر، وده بيخليها تعيش أجواء صعبة بعيدة عن التمثيل وكمان الكاميرات والحياة المرفهة. هاندا بعد ما بقت أكتر نجمة مشهورة في تركيا وعندها 31 مليون متابع على إنستجرام، بقى مطلوب منها تحافظ على نفسها ورشاقتها بشكل أكبر، وده علشان تفضل نمبر 1، وطلب منها المنتجين والمخرجين انها تخسر وزنها وتخس وتبقى رشيقه جدا علشان تقدر تاخد ادوار افضل من اللي جت لها. واخر مسلسل عملته كان اسمه شخص اخر، واللي اتعرض من كام شهر وفعلا حقق نجاح كبير. ورغم كل ده الا ان هاندا عايشه حياتها ومنطلقه وعايشه قصه حب كبيره مع حبيبها المليارديرها هاكان، وده واحد من اكبر واهم رجال الاعمال في تركيا والعالم، وعنده فلوس ما تتعدش. والصيف اللي فات سافرت هاندا وحبيبها واتقال انهم صرفوا ملايين في السفرية دي علشان بس يتبسطوا، وتصنفت هاندا إنها أغنى ممثلة في تركيا، وكمان حبيبها ملياردير وعايشين حياتهم وبيستعدوا للجواز. طب السؤال اللي شاغل كل الستات دلوقتي، هاندا عملت إيه علشان تقدر تخس كده بسرعة؟ يا ترى أخدت حاجة ولا اتبعت أنهي نظام؟ هاندا قالت إنها عملت شوية خطوات ساعدتها إنها تخس جدا وفي وقت قصير، ومنهم إنها قسمت وجباتها على مدار اليوم لست وجبات صغيرة بدل الأكلات التقيلة، كمان بتمارس الرياضة بشكل يومي من غير ما تفوت ولا يوم، ده غير إنها لازم تشرب كميات كبيرة من المية طول اليوم، وكمان شاي أخضر لأنه بيحرق الدهون، ومستحيل تتخلى عن طبق السلطة الخضراء جنب أي وجبة، والأهم من ده كله إنها قطعت السكريات والكربوهيدرات تماما، واستبدلتها بالفاكهة وخاصة التفاح الأخضر. وبعد ما النظام ده نجح مع هاندا نجمة تركيا، يا ترى هتقدري تتبعي النظام ده علشان تخسي؟ وإيه رأيك في الشكل اللي وصلت له هاندا؟